بالنسبة للنيورو اندوكراين سيستم, the neuro endocrine system is made up of a set of endocrine glands distributed all over the body and work under the control of the brain, hypothalamus and the pituitary gland. فبالنسبة لل composition مال النيورو اندوكراين سيستم بي 3 main parts. واحدة من عدها هي الاندوكراين جلاندز او السيستميك تارجت جلاندز. هذه الاندوكراين جلاندز قد تكون ثايرويد, قد تكون ادرينال جلاند, قد تكون التستس بالميل او الاوفري بالفيميل. هذه الجلاندز, هذه الغدد تكون under the control of the pituitary gland and it is under the control of the hypothalamus and the brain. The hypothalamus هي المنطقة تحت المهادية. It is located under the thalamus. احنا مثل ما نعرف انه الثالاموس هي the switchboard of the brain. هذه اللي يتحكم بأكثر أجزاء الدماغ. جوا منطقة الثالاموس أكو الهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس هي مسؤولة عن تنظيم عمل البيتويتري جلاند. حيث أن الهايبوثالاموس, the hypothalamus is responsible for formation of atropic or releasing factors أو inhibitory factors. هذه releasing factors أو inhibitory factors اللي تطلع عن طريق الهايبوثالاموس هي عبارة عن proteins أو glycoproteins in nature, تطلع من الهايبوثالاموس عن طريق الهايبوفيزيال portal system, عن طريق نوع من circulation اسمه الهايبوفيزيال portal circulation. وهذه releasing factors أو inhibitory factors حتأثر على anterior pituitary gland, وبالتالي تحفز anterior pituitary gland أنه تطلع لنا التروبيك هرمونز. إذن الهرمونز اللي تطلع عن طريق الهايبوثالاموس هي عبارة عن releasing factors أو inhibitory factors. هذه releasing factors أو inhibitory factors تأثر على pituitary gland. pituitary gland بها two loops اللي واحد من عندهم anterior والثاني هو posterior. فهذه releasing hormone حتأثر لنا على anterior part of the pituitary gland, والanterior part من pituitary gland يفرز لنا tropic hormones اللي تأثر بشكل direct على target gland. طبعا الريليزنج فاكتورز هاي دائما تطلع من بالساتايل مانر. بالساتايل مانر يعني بشكل متغير خلال اليوم او خلال الشهر, مثلا الاف اس اتش والال اتش اللي هو يطلع يتغير خلال الشهر وينظم مثلا الدوره عند الناس, او عندي مثلا الكورتيزون بي دايورنال تشينجز يعني دائما يتغير بشكل يوم. نجي على البيتويتري جلاند. البيتويتري جلاند بها two loops اللي هو anterior part of the pituitary gland واللي يكون مسؤول عن افراز التروبيك هرمونز, والبوستيريور بارت هو under the control of nervous system. البوستيريور بارت هو بشكل direct يتصل بالنيرفوس سيستم عن طريق الهايبوفيزيال ستوك, بينما الهايبوثالاموس تتحكم بالانتيريور بارت عن طريق انه تطلع الى السيركوليشن, تطلع الى الدم ريليزنج هرمونز, وهذا الريليزنج هرمونز هي اللي تحفز لنا الانتيريور بارت اوف ذا بيتويتري جلاند. الريليزنج فاكتور تشتغل على ريسبتورز بالبيتويتري جلاند, طبعا هذا تكون سيرفيس ريسبتورز. الشغل مالتها انه تحفز لنا تؤدي إلى trigger activation of genes. دائما هذه releasing factor تؤدي إلى يعني signaling cascade, وهذا signaling cascade عن طريق tyrosine kinase enzyme هو عبارة عن enzyme linked receptor. فبالتالي هذا بالنهاية حيسوي لنا تفعيل إلى جينات that promote protein synthesis. البروتينز اللي تطلع من البيتويتري جلاند وتتكون داخل البيتويتري جلاند يصير بها post translational modification. post translational modification يعني فد modification يصير بالبروتين مالتها وبعدين تطلع على شكل بيتويتري هرمونز. ومثل ما قلنا البيتويتري هرمونز هي عبارة عن tropic hormone. عبارة عن تروبيك هرمون. وبالنسبة للبوستيريور بارت هو يكون under the direct control of the brain عن طريق الهايبوفيزيال ستالك, يتأثر بشكل مباشر من البرين عن طريق الهايبوفيزيال ستالك ويطلع لنا أيضا عدد من الهرمونات.